علمية خاصة. هذه المحاضرة التي ستلقى الآن هي محاضرة علمية خاصة، القصد من ورائها هو تحصين أهل السنة والجماعة من بعض الأمور التي ربما الله يجزاكم خير. شوية السكينة يا جماعة، الله يجزاكم خير، السكينة يا جماعة، الله يفتح عليكم. اللي حاب يلتحق بينا يقرب إن شاء الله، واللي حاب يصدر ديالو جزاه الله كل خير. إذن إن شاء الله تعالى هذه المحاضرة ستكون حول موضوع كثيرا ما اشتكى إلينا الناس منه، ونحن إن شاء الله تعالى عندما نتطرق إليه سنتطرق إليه بعلم وعدل، لن نسيء إلى أحد ولن نظلم أحدا، وإن شاء الله تعالى ستستفيدون من هذه المحاضرة وستفيدون إن شاء الله تعالى، وهي محاضرة مكتوبة وستسجل، وإن شاء الله ممكن أتركوها في أوراق للإخوة في المسجد لكي يصورونها، وكذلك ممكن هذا التسجيل يمكن أن ينشر، ما عندي أي مانع. إذن نبتدئ محاضرتنا وهي محاضرة مكتوبة، سأقرأها وأرجو من الأخ مترجم إن كان في الحضور من لا يفهم العربية تكون الترجمة، وإلا إذا كان كل الإخوة يفهمون العربية فنكتفي بإلقائها بالعربية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة خلقه أجمعين، محمد بن عبد الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأزواجه وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قد جرت عادة بعض العلماء أن يذكروا في مقدمة تأليفهم دواعي التأليف، إما تصريحا أو تلميحا، وجريا على هذه العادة فإني سأذكر بعضا من هذه الدواعي والأسباب. من أوائل ما دعاني إلى كتابة ما كتبت، لأن هذه المحاضرة هي عبارة عن كتيب صغير سينشر فيما بعد، فمن الدواعي التي جعلتني أكتب هذا الكتيب، أولا النصح لعامة المسلمين عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ثانياً الرحمة والشفقة على بعض الشباب الذين يتساقطون صرعى في حفر وشباك، في حفر وشباك نصبت لهم دون وعي منهم بحقائق الأمور. ثالثاً السعي إلى ما يقوي الوحدة والائتلاف ويضعف الفرقة والاختلاف، وذلك بمحاربة العقائد المنحرفة والأفكار الدخيلة التي تشوه جمالية الإسلام وتزرع الحقد والكراهية والفرقة بين المسلمين. رابعاً تحذير شباب أهل السنة وتحصينهم من الفكر الشيعي الدخيل الذي انتشر وينتشر بطريقة ليس لها مثيل، وذلك على جميع المستويات من الابتدائي إلى الجامعات وفي أوساط المثقفين والمثقفات والأميين والأميات، وقد اشتغل أصحاب هذا الفكر على جميع الواجهات
مستغلين كل الوسائل والتقنيات من جرائد ومجلات وصحف وكتيبات وإنترنت وفضائيات وإذاعات وقنوات. Donc je ne vais pas faire la traduction mot à mot, mais je vais essayer de faire le résumé de la pensée de notre Cheikh. Donc Cheikh a écrit ce livre, c'est un petit livre sur la Shia. Il dit, je vais faire comme tous les savants musulmans, donner les raisons pourquoi j'ai écrit ce livre. Et donc il a donné quatre raisons. Premièrement, c'est donner conseil à la communauté musulmane. Deuxièmement, parce que le conseil est une obligation religieuse, comme l'a dit le professeur. Deuxièmement, c'est une miséricorde envers le jeune, parce que c'est notre devoir de savoir envers les jeunes de la communauté. Troisièmement, c'est la recherche de tout moyen qui peut unir la communauté musulmane et essayer de prévenir toute déviance dans la croyance des musulmans et qui fait discorde entre la communauté musulmane et les membres de la communauté musulmane. Et la dernière raison qu'il a donnée, c'est que faire attention aux jeunes musulmans d'une religion ou d'une façon dans la croyance musulmane qui vient de se propager partout, par tous les moyens, qui est le chiisme. أيضا من الدواء التي جعلتني أكتب هذا إطلاع شباب أهل السنة على ما في كتب الشيعة من عقائد منحرفة وأفكار متضاربة حتى لا يغتروا بما يشيعه أهل هذا الفكر من أنهم على وفاق مع أهل السنة. أيضا استجابة لطلب تكرر منذ سنوات لكثير من الأساتذة الباحثين والطلبة الغيورين. أيضا من الدواء ما كنت أود الكتابة في هذا الموضوع الحساس في هذه الظروف الحرجة التي تتعرض فيها الأمة لهجمة شرسة من قبل أعداء الإسلام بصفة عامة. وليت الشيعة سكتوا فنسكت. ليتهم سكتوا فنسكت، ولكنهم مع الأسف الشديد يعيبون على أهل السنة لماذا يردون على عقائدهم المنحرفة وهم يشتغلون في ضرب وتحطيم مقومات أهل السنة، وكأنهم يريدون تجريدنا من أي دليل ومن أي سلاح يمكن أن ندافع به لكي يجهزوا علينا. نسكت حتى يجهز علينا. ومن قرأ كتاب النصب والنواصب عرف مقدار الهجمة الشرسة التي يشنها الشيعة على أهل السنة. كتاب النصب والنواصب لمؤلفه محسن المعلم، بحيث صاحب هذا الكتاب لم يترك إماما من أئمة المسلمين إلا وطعن فيه أو كفره ظلما وعدوانا، بدءا من الصحابة إلى عصرنا الحاضر. ومن بين الأئمة الذين طعن فيهم هذا الشيعي إمامنا مالك، فقد ظلمه وكذب عليه وقال فيه قولا منكرا وزورا، ومع ذلك فالكتاب يباع في بلد الذي هو بلد المغرب، البلد الذي يتمذهب بمذهب الإمام مالك ويسب إمامه في هذا البلد. ويعد هذا الكتاب الذي أشرت إليه ذكر فيه الصحابة والأئمة الأربعة وكل أئمة المسلمين. والكذبة التي كذبها على الإمام مالك التي أشرت إليها هي أنه ذكر أن الإمام مالك طلب منه الخليفة العباسي أن يكتب كتاب الموطأ وأن لا يروي فيه على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فاستجاب الإمام مالك للخليفة العباسي
وكتب كتابه الموطأ ولم يروي فيه عن علي بن أبي طالب. إذا اشترى أحد الشباب الذي لا يعرف مكر الشيعة قد يصدق هذا الكلام، وهو قد أحال على كتاب في التاريخ قال بأنه ذكر في هذا الكلام، لكن الواقع يكذب هذه الكذبة. عندما ترجع إلى موطأ الإمام مالك ستجد أن الإمام مالك روى عن علي بن أبي طالب في عشرات المواضع، ولكن هذا الشيعي عندما يكذب هو يحسب أن جل شباب أهل السنة لا يعرفون أو لا يعرف الطريق، لا يعرفون الطريق التي يتوصلون بها إلى كشف مثل هذا الكذب، فلذلك يكذب ويرمي ذلك في المطابع ويمشي. نعم. Donc toujours dans l'introduction, Cheikh dit pourquoi il a écrit ce livre. Donc il rajoute trois raisons aux quatre que je venais d'énumérer. C'est la cinquième, c'est parce que beaucoup de savants, beaucoup de professeurs et d'étudiants qu'ils ont une connaissance de Cheikh qui lui ont demandé d'écrire ce livre. Aussi, c'est un devoir de démontrer scientifiquement qu'est-ce que apporte la religion de chiite entre parenthèses et qu'est-ce qu'ils ont comme idées qui sont contradictoires avec notre façon de din. Et la septième raison, Cheikh, il dit une chose qui est très profonde, il dit c'est un sujet qui est très sensible et qui est dans une période cruciale. Et donc, j'aurais souhaité que les chiites arrêtent leur attaque contre les sunnites, mais malheureusement, ils n'ont jamais arrêté. Et chaque occasion qui s'est offerte à eux, ils dénigrent tout ce qui est chez les savants musulmans et tout ce qui est chez nous. Et donc, jour et nuit, ils utilisent leurs livres, leur radio, leur télé pour dénigrer les sunnites. Et il dit, il n'arrête pas de dire, nous n'avons rien contre les sunnites, surtout dans cette période-là qu'il faut attaquer l'ennemi de l'islam, mais ils font le contraire. Ils veulent nous désarmer de toute confrontation scientifique sur ce que nous croyons nous sunnites. Et il a amené donc dans cette introduction le livre dans lequel je ne vais pas traduire en français parce que je ne suis pas sûr des mots. Kitab al-Nusub wa al-Nawasib. Son auteur s'appelle Mohsin al-Mu'allam. Ce monsieur-là, c'est un chiite qui a écrit ce livre-là, et ce livre-là qui se vend partout, y compris au Maroc, qui est un pays qui est très défenseur de l'imam Malik. Et d'ailleurs, le madhab du royaume, c'est le madhab al-Malik. Ce livre-là se vend au Maroc, et malheureusement, dans ce livre-là, il a critiqué tous les savants musulmans depuis le premier ère de l'islam, c'est-à-dire les Sahaba, et les savants, y compris l'imam Malik. Et dans ce livre-là, il a dit que l'imam Malik, il a écrit Al-Muwatta à la demande de Al-Khalif Al-Abbasi. Ce calife, il lui a demandé d'écrire Al-Muwatta et en plus, il lui a donné une direction dans laquelle il lui demande de ne rien faire comme narration sur l'imam Ali radiallahu anhu, pour dire que les Abbasides, ils étaient contre Ali, et l'imam Malik, il a subi la directive comme quoi il ne dit rien sur l'imam Ali. Et il dit, ce chiite-là, et les chiites, ils disent ça. Malheureusement, ils le disent aux sunnites qui ne connaissent pas Al-Muwatta, qui n'ont jamais lu Al-Muwatta. Et il dit, si vous lisez le Muwatta, vous allez trouver qu'ils ont menti sur l'imam Malik. Il y a une trentaine de hadiths qu'ils ont leur narrateur, l'imam Ali radiallahu anhu. Et donc, ce qu'ils disent, c'est un mensonge et c'est une critique envers l'imam Malik, pour une raison religieuse, pour une raison politique.
هذا الكلام الذي كتبته طبعا كتبته بعد أن سبق لي أن كتبت كتابين. الكتاب الأول هو عبارة عن تحقيق لكتاب اسمه صب العذاب على من سب الأصحاب. هذا الكتاب الأول للإمام الألوسي الحفيد أبو المعالي المتوفى 1342 هجرية، وهذا كنت حققته في الماجستير. الدكتوراه كانت بعنوان جهود الألوسي المفسر في الرد على الرافضة. هذان الكتابان من خلالهما أصبحت عندي معرفة واطلاع بخبايا الشيعة، لأنني من خلال تحقيق هذين الكتابين كنت أرجع إلى كتب الشيعة لأتأكد من المعلومات. وكل ما ستسمعونه هنا هو مبطأ بالجزء والصفحة، ومن أراد أن يتأكد عندما يصور هذا البحث سيذهب ليقف على كل المعلومات بنفسه، حتى إذا واجهه أحد يكون عنده الدليل. والكتاب الذي أشرت إليه النصب والنواصب هو موجود أيضا في السوق، يباع، يمكن أن تشتريه وتقف فيه كيف أنه كذب على الإمام مالك، وترجع بنفسك إلى الموطأ لتنظر هل هذا الشيء كذب أم لم يكذب، لتقف بنفسك. نحن لا نقول الإشاعات وإنما نقول الحقائق والوقائع. أيضا هذا مما من الدوافع التي جعلتني أكتب هذا، أو عنونت في المقدمة قلت نصيحة أخوية حبية، لأنني من خلال هذا البحث أنا لا أحقد على أحد، حتى الناس الذين تشيعوا أو أصلهم شيء أنا لا أحمل عليهم حقدا، بل أرحمهم وأشفق عليهم لما أعلمه من ضلالات وأمور خطيرة في كتب الشيعة، إذا هم بقوا عليها وماتوا عليها سيكون أمرهم خطير وسيكون حسابهم عسير إذا هم ماتوا على تلك الضلالات. فقلت أنصح نفسي وإخواني من أهل السنة أن يتقوا الله في أنفسهم بالإخلاص والتجرد لله تعالى والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن، وأن نتجنب جميعا كل ما يسيء إلى الآخرين. عندما نرد على الشيعة أو غيرهم لا نسبهم ونشتمهم، وإنما ننقل الحقائق والوقائع، سواء كانت هذه الحقائق قول أو فعل أو أي شيء يسيء إلى الآخرين. ولا ننسب إلى الشيعة إلا ما سمعناه من أفواههم أو وجدناه في كتبهم. وأتحدى أي إنسان يجد في هذا الكتاب، هذا الكتيب، شيء متقول عليهم أو مكذوب عليهم. كل ما هنا منقول من كتبهم. نحن عندما نتحدث عن عقيدة الشيعة نتحدث عنها انطلاقا من كتبهم. نبتعد كل البعد عن الإشاعات والافتراءات، لأن العبد مسؤول عن كل كلمة تخرج من فيه. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن نصحناهم يكون الباعث على ذلك الشفقة والرحمة لا البغض والكراهية. فنحن لا نكره أحدا لذاته، وإنما نكره أفعاله وأقواله السيئة، فإن تاب منها فهو أخونا وحبيبنا، وإن تاب من بعضها فنحن نحبه بقدر ما يحمله من خير ونبغض فيه الجانب السيء. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة إلا إذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ثانيا من هذه النصيحة الأخوية نصيحة إلى كل شيعي بالأصالة أو بالعاطفة والتبعية والتقليد، لأن هناك شيعة أصلاء وهناك ناس يعني أهل السنة في أصلهم أهل السنة ولكن لهم تشيع، وهناك من يقلد فقط
أو يتبع. وهناك من تشيئ سياسيا فقط حسب ما يقول. Cheikh dit que quand il a écrit ce livre, ce n'est pas son premier livre dans son genre, mais il a écrit déjà deux livres auparavant, un pour le magistère et un deuxième pour le doctorat. Et c'était, le premier c'était sur Al-Alusi, qui est mort en 1342. Et le deuxième, c'était Jouhoud al-Alusi, Al-Mufassir al-Radda al-Rafida. Donc, l'effort de l'Alusi contre al-Rafida, qui sont les chiites. Et il dit, après avoir écrit ces deux livres et après avoir travaillé sur le chiisme, j'ai acquis une connaissance qui me qualifie à écrire ce troisième livre. Et ce livre-là, il donne l'argumentaire scientifique, méthodologique, sans insulte. Ce que je dis, j'ai fait une défiance à quiconque, que ce livre ne apporte que ce qu'il a été écrit et dit par les chiites. Ça n'a rien de notre propre invention. Et quand je réponds au chiisme, je ne réponds pas par insulte, n'est par autre, mais par miséricorde de la communauté musulmane des sunnites envers les non-croyants, envers les gens qui ont une déviance de la aqida. Et donc, on n'a pas une animosité contre eux. On n'essaie pas de créer des dalalat, des inventions qui n'ont pas de raison d'être, parce qu'on pense qu'on leur donne une rahma, une miséricorde, on leur montre qu'ils sont dans un chemin déviant et dangereux. Nous n'avons rien de haineux envers eux, mais nous avons la haine envers Al-Munka, envers la parole et l'acte qui ne sont pas bien. Et s'ils se repentent, ils ont fait une repentance, ils seront nos frères. Et il fait une distinction entre les chiites qui sont vraiment de naissance, ils sont profondément chiites, ils ont vraiment quelque chose contre les sunnites, mais il y en a d'autres qui sont vraiment chiites que par vision politique, il y en a d'autres qui étaient sunnites, qui sont devenus chiites, ou il y a des gens qui sont juste par, j'allais dire, par tradition et qui n'ont aucune connaissance du fond ou bien des fondements de la religion musulmane. الطريقة التي سرت عليها في كتابة هذا البحث حاولت الاقتصار على بعض العقائد. أنا لم أبحث في كل عقائدهم لأنها كثيرة ويطول، ولكن ركزت على أهمها. ثم اعتمدت في ذكر عقائدهم على كتبهم. إلا ما ذكرت مثلا أقول الشيعة يعتقدون في القرآن كذا وكذا، أوثق هذا من كتبهم ولا أعتمد الإشاعات. والحكم بيني وبينهم، من أراد أن يناقشني منهم فليحضر كتبه، لا يحضر كتبنا، يحضر كتبه لأثبت له من خلال كتبه ماذا أقول. والطريقة التي سرت عليها أيضا أنني أذكر أولا عقيدة أهل السنة عندما أتكلم عن القرآن وموقف الشيعة منه مثلا أو الصحابة أو السنة أو كذا، أذكر عقيدة أهل السنة أولا في القرآن. وبدأت بها لأن معرفة الحق ينبغي أن يثبت أولا، ينبغي أن نسبق بقول الحق للناس حتى يترسخ، ثم بعد ذلك نقول لهم إن هذا الحق الذي تعتقدونه هناك من يخالفه ويقول كيف بهذه الطريقة مشيت في هذا الكلام. كذلك بالنسبة للأخ الشيعي بالأصالة قلت له أرجوك، يعني الشيعي الحقيقي أقول له أرجوك أن لا تنظر إلى ما كتبته عن عقيدتك نظرة ازدراء واحتقار، لأن بعضهم
قد يحتقر هذا الكلام يقول لك هذا إنسان مدسوس ولا عميل للأمريكان ولا للإسرائيل. يعني تعرف الإنسان عندما لا يستطيع أن يواجهك بالحجة يبدأ يسب ويشتم. فأنا قلت له لا تنظر بهذه النظرة، فإن قصدي هو إنقاذك مما رأيته مخالف للقرآن والسنة في كتبكم المعتمدة، وجعلك تنظر بعيون الآخرين إلى كتبكم، لأن الإنسان إذا بقي دائما لا ينظر بأعين الآخرين لن يكتشف خطأه. وعلماؤنا يقولون إذا أردت أن تعرف قدر شيخك فجالس غيره. ومهما يكون من أمر أقول لك أيها الأخ الشيعي، أنا لا أكفرك هكذا لأنك شيعي، مهما كانت الظروف فأنت أخي في الإسلام، فلذلك ولكني أدعوك أن تفتح ذهنك وعقلك وتتجرد لله وتتخلص من كل موروث لا دليل عليه، لا دليل عليه من القرآن والسنة الصحيحة، وتقرأ هذا الكلام الذي كتبته وأنت متحرر من كل خفية ثقافية وردتها ورثتها عن آبائك وأجدادك. فأنا أنصحك، فإن اقتنعت فبها ونعمت، وذلك ما كنا نبغي، وإن لم تقتنع فإني على استعداد لإزالة الإشكال. إذا كان بإمكان بعضهم الذي سيقرأ هذا أو يسمع هذا يأتيني لكي يناقشني، فأنا على تمام الاستعداد لكي أناقشه، بشرط أن يحضر كتبه، وأنا عندي كتبهم. إذا لم يكن عنده هذه الكتب فأنا أتيه بالكتب التي كتبها علماؤهم ومن خلالها أتناقش معه. أما أخي الذي تشيع بالعاطفة، كان سنيا وتشيع، فإني أشفق عليه مما آل إليه أمره، وأرجو أن يحسن الظن بنا أيضا، وإني لا ألومه لوما كاملا على تحوله من سني إلى شيعي، لأني أعلم أن هذا النوع من أهل السنة لم يكن سنيا بالطريقة العلمية، أي لم يدرس أصلا عقيدة أهل السنة، وإنما ورث عقائد هكذا غير منضبطة وظن أنه سنيا، بينما نحن لا نطلق على الإنسان السني إلا إذا كان دارس عقيدة أهل السنة وعرفها. فهذا كان إنسان جاهل، لما جاءت العقيدة الشيعية وجدت الإنسان فارغا فتمكنت. هذا هو مشكلة كل من تشيع من أهل السنة. Notre chef, il précise que vraiment sa critique, il n'est pas venu par des sentiments, mais vraiment à la base, c'est venu par obligation et par méthodologie scientifique. Et il dit quand j'ai travaillé sur Aqidat Shia, j'ai pas parlé d'eux, mais j'ai pris leur livre. Et donc, je demande à tout chiite qui veut venir discuter avec moi ou dialoguer ou bien lire mon livre, qu'il prend 6 livres d'abord. Il va voir qu'il y a les livres des chiites. Quand je prends le livre, je donne le texte, la page où il se trouve exactement. Et je leur dis, là, si je dis quelque chose sur vous, je vous mets en défiance si vous trouvez ce que je dis n'appartient pas ou bien pas une partie intégrante de vos livres à vous-même, vos livres dont vous croyez profondément. Et il dit, la seule preuve entre vous et moi, ou le seul juge entre vous et moi, c'est vos livres vous-même. Si vous voulez vraiment discuter avec moi, venez avec vos livres et vous allez voir que je vous montre la page, le titre et la page de chaque livre. Et il dit, quand j'ai une méthode dans cette clarification, c'est que quand je critique une idée de chiite, d'abord je ramène la pensée ou bien le fondement des sunnites dans n'importe quelle problématique. Et donc je ramène aqidat al-sunna, je l'explique, et ensuite je
c'est une méthode qui dit qu'il faut savoir déjà le haq, donc la vérité, et après je démontre qu'est-ce qui ne va pas dans la deuxième aqidah shia qui a beaucoup d'obscurantisme dedans. Et il dit que je demande aux chiites de me croire et de ne pas penser que je suis en train de les critiquer d'une façon hautaine, d'une façon, j'allais dire, avec beaucoup d'arrogance. Non, je ne fais pas ça. Je le fais parce que j'aime le bien pour l'humanité, y compris pour les chiites. Je ne suis pas là pour leur dire que vous êtes des mécréants, mais je suis en train de leur démontrer que leur façon de penser, leur aqidah, n'a rien à voir avec Salaf Saleh. Et il dit que dans ma discussion, je fais un distinguo entre les chiites qui sont vraiment profondément chiites, et ces gens-là, je leur demande de lire avec l'œil de l'opposant, parce que nous, les musulmans, et je crois qu'il n'a pas dit chiite, moi je veux le dire d'une autre façon, c'est que nous, ulama sunna, quand ils veulent défendre leurs idées, ils viennent avec les idées des autres, des contradictions. Et d'ailleurs, je crois dans chez l'imam Malik, il y a le qalqala. Qalou kada wa qulna anhu kada wa radadna anhu kada. Donc, et il dit, moi j'ai fait cette méthode-là. Ça veut dire que je leur dis, essayez d'avoir l'esprit libre, libérez-vous de poids, de tradition que vous avez et de croyances que vous avez, et essayez de vous confronter vos croyances avec les nôtres, et vous allez voir qu'il y a une grande différence, et que vous allez voir qu'on a vraiment des fondements, et nous avons vraiment une conscience de défendre ce qu'on a comme aqida jusqu'au bout, et que vous ne trouvez pas la différence. La deuxième chose, la deuxième catégorie, ce sont les chiites par sentiment. Et ces chiites par sentiment, j'ai vraiment de la peine pour eux, parce que je leur demande qu'ils pensent que nous ne sommes pas ici là pour les ridiculiser, mais nous sommes en train de les traiter avec beaucoup d'importance. Et je vais même dire que je ne suis pas en train de les accuser, parce que malheureusement, quand ils sont devenus des chiites, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas Ahl al-Sunnah. Ils ne connaissaient pas le savoir al-Aqidah al-Sunniyah. Parce que s'ils savaient cette Aqidah, ils ne seraient jamais déviés vers l'autre dogme qui est le chiisme. Et je leur dis que si vous étiez vraiment de sunnites avec un savoir, vous ne serez jamais devenu chiite. ندخل مباشرة إلى تعريف الشيعة باختصار. من حيث اللغة، لفظة الشيعة تأتي لمعاني مهمة، منها المتابعة، المناصرة، الاجتماع على الأمر والممالأة عليه. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح، هناك تعريف للشيعة عند الشيعة وتعريف للشيعة عند أهل السنة. أما عند الشيعة فهم شيعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأتباعه على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا فصل. الشيعة هم شيعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكنهم يعتقدون بأنه كان هو الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. هم لا يعتقدون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء بعده أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هم يقولون بأن علي بن أبي طالب كان بعد الرسول مباشرة، ويتهمون أبا بكر وعمر وعثمان بأنهم سطوا على الخلافة وأبعدوا وتحايلوا حتى أبعدوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الشيعة عند الشيعة. لكن عند أهل السنة يقول الشهرستاني رحمه الله: هم الذين شايعوا عليا. نحن أيضا نقول الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله تعالى عنه عن الخصوص، وقالوا بإمامته نصا ووصية. أهل السنة يعرفون الشيعة بالنسبة لعقيدة الشيعة بأنهم هم الذين قالوا بأنهم هم أتباع علي، وهم الذين يقولون بإمامة علي بالنص والوصية، أي أن النص على إمامة علي بعد الرسول ورد في القرآن،
وورد في السنة وورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة له بعد ذلك مباشرة. لكن الصواب في هذه التعاريف أنه يجب مراعاة نشأة الفرقة. إذا أردنا أن ننظر إلى هذه المثال ننظر إلى نشأة الفرقة والمراحل التي مرت بها والتطورات العقدية المتغيرة والمغيرة لأفكار الشيعة عبر القرون والأزمنة، وكيف أنها حدثت تصدعات وانشقاقات وتفرقات في هذه الفرق. Cher, continue, mais il a vraiment, là, il rentre vraiment vif du sujet que chacun de nous doit vraiment, et je conseille les frères de prendre des notes, même s'il le faut, parce que là, il est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est que le schisme, et il a donné trois règles. La première, c'est linguistique, al-shi'a, donc al-shi'a en langue arabe, ça veut dire, ce sont les gens qui ont suivi Ali, qui l'ont défendu, et qu'ils sont regroupés autour de lui pour la défense de Ali. Il y a une interprétation, une explication de chiite, qu'est-ce qu'ils se veulent, comment ils prétendent expliquer le chiisme. Il y a aussi la qualification des sunnites envers le chiisme. Donc Shia considèrent eux-mêmes qu'ils sont les suiveurs, les défendeurs de Ali, et il considère bien que celui l'imam des musulmans après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il pense que la période entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Ali, c'est une période où ces califes qui sont Abu Bakr, Omar ou Uthman, ce sont des gens qu'ils ont, ils ont pris le pouvoir par force contre Ali, radiyallahu anhu. Et il a une explication de sunnite, il a donné une seule, de Shahrastani, qui a dit oui, le chiisme, ce sont les gens qu'il pense qu'ils sont proches de Ali, qui sont ses défenseurs, mais il précise la deuxième partie qui n'est pas la même chose que chiite. Il dit, ce sont des gens qu'ils ont dit qu'Ali ibn Talib, Ali ibn Abi Talib, c'est un imam, et cet imamat est venu non seulement par une décision politique, mais il est devenu par le texte coranique, le texte de hadith, et il est venu aussi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va venir plus tard pour expliquer ça, et Cheikh, il veut vraiment venir à une conclusion qu'il dit la meilleure des choses, qu'il faut vraiment prendre l'histoire pour expliquer qu'est-ce que c'est que le chiisme. Comment on a commencé d'un petit groupe, quand est-ce qu'il a commencé par un petit groupe, et comment par l'histoire il y avait vraiment des divisions internes, et qu'est-ce que ça a donné jusqu'à nos jours. Si nous voulons savoir la naissance du Shia, sur le rai Shia, il y a un kalam, et sur le rai Ahl Sunna, il y a un kalam. Sur le rai Shia, il y a un kalam. Le premier, أن التشيع قديم بقدم الرسالة الإلهية، أي أنه حتى كان في عهد الأنبياء السابقين، هذا قول. والقول الثاني أنه حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع بذرته الأولى وبقي يتعاهدها. القول الثالث أن التشيع كان يوم الجمل، معروف يعني حادثة الجمل أو موقعة أو وقعة الجمل معروفة. الشيعة يقولون القول الثالث لهم أنه بدأ التشيع من وقعة الجمل، حيث قال علي رضي الله تعالى عنه في حق من كان معه شيعتي وسماهم بالأصفية. أما نشأة التشيع أو الشيعة في رأي أهل السنة فلهم أربعة أقوال. القول الأول أن التشيع ظهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وجد من يقول بأحقية علي بالخلافة. هذا القول الأول. والقول الثاني أن التشيع
ظهر بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه مباشرة. والقول الثالث أنه نشأ سنة 37 هجرية، وهي السنة التي كانت فيها وقعة صفين. والقول الرابع أنه ظهر إثر مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، وهذا قال به بعض المستشرقين. خلاصة القول في نشأة الشيعة: إن الشيعة بمذهبها أو عقيدتها لم تظهر في وقت واحد، وإنما أخذت تظهر بمبادئها وعقائدها شيئا فشيئا حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم بجميع أحزابها وفرقها، ولكن أصولها الأولى ظهرت على يد السبعية باعتراف كتب الشيعة. فالعقائد التي قال بها ابن سبأ هي أهم الأصول التي تدين بها الشيعة، وهذا كله في التشيع الغالب. أما المتوسط والقريب من السنة فله شأن آخر. Donc historiquement, les chiites, ils ont trois avis différentes. Ils pensent que le chiisme appartient à chaque religion à l'époque de chaque prophète. C'est-à-dire, ils pensent que le prophète, à l'époque du prophète Moussa, il y avait ses chiites. À l'époque de Jésus, Isa, il y avait ses chiites. Et ainsi de suite, il y a l'époque du prophète. Il y a le deuxième groupe qui pense que le chiisme a commencé avec le prophète, c'est-à-dire quand le prophète était vivant. Et le troisième groupe, il pense que le chiisme vraiment est apparu avec le Waqi'at al-Jamal que vous connaissez tous. Et parce que à cette époque-là, ils ont trouvé qu'il y avait une parole de Ali radiallahu anhu qui les appelle mes chiites, mais les gens qui sont purs défenseurs de Ali radiallahu anhu. Il dit, nous les sunnites, il y a quatre explications historiques. Il y a la première qui pense que la première catégorie qui pense que le chiisme a commencé juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que après la mort, on a trouvé quelques individus qui ont dit que Ali, celui qui a le mérite de remplacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Khalifat al-Muslim. Le deuxième avis, il pense que le chiisme a commencé exactement après la mort de Uthman radiallahu anhu, ou plutôt il n'était pas mort, on l'a tué. Troisième avis, il pense qu'il est apparu à l'âge de, ou bien à l'an 37 de l'Hégire, parce qu'il y avait Waqi'at Siffin, la guerre de Siffin. Et il y a le quatrième avis, et le dernier, qui pense que le vrai chiisme est apparu après la mort de Hussein radiallahu anhu. Et Cheikh, il pense aussi, il dit que le chiisme, il a vraiment apparu graduellement dans l'histoire par ses pensées, par ses fondements, et l'aqaïd, vraiment les croyances de Shia, ils ont apparu avec la philosophie, ou bien avec les avis de Abdullah ibn Sabah. Abdullah ibn Sabah, c'est celui l'instaurateur de Aqaïd al-Shia. هناك بالنسبة للشيعة أقسام عند أهل السنة. القسم الأول الشيعة المخلصون. من هم الشيعة المخلصون؟ هم كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين بايعوا عليه، لأن بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه الصحابة بايعوا عليا، فكل الذين بايعوا عليا معناه من أتباعه من شيعته، هذا الشيعة المخلصون. هؤلاء الذين بايعوا عليا رضي الله تعالى عنه
انقسموا في مبادئ عندما بدأت الخلافات والمشاكل والفتن، انقسموا ثلاثة أقسام. قسم قاتل مع علي في صفوفه، وقسم قاتل ضده مع معاوية رضي الله تعالى عنه، وقسم توقف. هناك من الصحابة من لم يشارك في القتال أصلا، إذن هم ثلاثة. وكل هذه الأقسام الثلاثة كانت من شيعة علي، حتى الذين قاتلوه. لا تظنوا أن الذين قاتلوه كانوا يبغضونه تدينا، هو خلاف سياسي من أجل السلطة، لكنهم ما كانوا يكفرونه أو يبغضونه لله تعالى، حاشا وكلا. كل الصحابة كانوا يعني حتى وإن اختلفوا معه، لكنهم كانوا يقدرونه ويجلونه ويعرفون مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته في هذا الدين. إذن هذا القسم الأول الذي انقسم ثلاثة أقسام، ولكن كلهم من أتباع علي رضي الله تعالى. القسم الثاني الشيعة التفضيلية. الشيعة التفضيلية هم الذين كانوا يفضلون علي رضي الله تعالى عنه على جميع الصحابة، ولكنهم لا يسبون الصحابة، يفضلونه على الصحابة ولكن لا يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث السبعية. السبعية نسبة إلى عبد الله بن سبأ اليمني الصنعاني الذي دخل في الإسلام وقد كان يهوديا، دخل في الإسلام من أجل تحطيمه من داخله، لأن كثير من الناس عندما يعجزون عن المواجهة فإنهم يبدأون في حيل، يدخلون في الصفوف حتى يشوشوا ويشككوا ويزرعوا الأفكار الهدامة حتى يشتتوا الجماعة المسلمة. أم هذه السبعية بدأت أفكارها تنتشر بين أهل السنة، خاصة في الأوساط التي لا علم عندهم، ولكنها ضلت أفكارا وبدعا متفرقة هنا وهنا، لم تصل إلى حد المذهب أو الفرقة أو الجماعة المنظمة. وكان ابن سبأ ينسب أقواله إلى علي، كان يكذب على الناس وينسب ذلك إلى علي رضي الله تعالى عنه. ولما وصلت أخبار ابن سبأ إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نفاه من المدينة، بل حرق بعض أتباعه. فكان ابن سبأ السبب في تشويه سمعة الشيعة المخلصين والتفضيلية، فترك كثير منهم لقب الشيعة تحرزا من الالتباس. والمقصود من هذا كله أن الشيعة الأولى الذين يحبون عليا أو يفضلونه على غيره دون تنقصه من قدر أحد من الصحابة، ثم بعد ذلك تفرقت هذه السبعية إلى فرق كثيرة. هذه الفرق يعني اختلف الذين كتبوا في الفرق اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، فمنهم من قسمها قسمين فقط، زيدية رافضة، ومنهم وهذان القسمان إذا أخذنا، ومنهم من جعلهم ثلاثة مع التوسع في ذكر بعض عقائد الاثني عشرية، زيدية رافضة اثني عشرية. الزيدية هم أتباع زيد بن علي رضي الله تعالى عنه، فيهم فرق، والزيدية هي فرقة أقرب إلى أهل السنة لأنهم لا يكفرون الصحابة وإنما فقط يفضلون علي رضي الله تعالى عنه على باقي الصحابة، ولكنهم لا يسبون الصحابة ولا يشتمونه. أما أشهر فرق الشيعة فأشهرها ثلاثة، الزيدية والإسماعيلية والاثني عشرية. وكما قلنا الزيدية هم أقرب إلى أهل السنة وهم الموجودون في اليمن حاليا في بعض الجهات.
وأما الإسماعيلية فهم من أبعد الناس عن أهل السنة والجماعة. ومن فرق الإسماعيلية القرامطة والحشاشون والفاطميون والدروز والنصيرية والبابية والبهائية. والإسماعيلية هؤلاء كفار يكفرهم أهل السنة والجماعة، بخلاف الاثني عشرية أو الجعفرية أو كما يطلقون على أنفسهم آل البيت، فهؤلاء ليس عليهم إجماع من حيث التكفير. Pour définir les chiites, les sunnites, ils les partagent en trois grandes catégories. La première, ce sont vraiment les chiites qui sont vraiment croyants que les sahaba, ils sont tous des chiites. Et à l'époque, vous savez, quand Ali ibn Abi Talib est devenu le quatrième calife, tous les gens qu'ils ont qui l'ont considéré comme calife, se considèrent les sunnites, ils les considèrent comme chiites. Et après, ils sont divisés en trois catégories. La première, ce sont les gens qui ont même fait la bataille à côté de Ali. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui ont fait la guerre contre lui. Et la troisième catégorie, ce sont des gens qui se sont abst============················];└└└└└└└└└└└└└============└└└└└└└└└└└└└└└└└└└========================ce sont des gens qui l'ont combattu pour des raisons politiques, mais rien à voir avec l'amour et qu'il portait sur Ali ibn Abi Talib. Il l'aimait, il le considérait vraiment comme un sahabi jalil et qu'il l'aimait beaucoup. Donc la guerre n'a rien à voir, n'a pas entaché l'amour qu'il avait envers Ali ibn Abi Talib. Il y a la deuxième catégorie, donc on a dit la deuxième catégorie sont al-Shi'a al-Tafdiliya. Al-Tafdiliya, ça veut dire qu'il mettait Ali ibn Talib l'un des meilleurs des compagnons. C'est-à-dire qu'il considérait les autres Sahaba comme des compagnons, mais il considère que Ali ibn Abi Talib est le meilleur. Et ces gens-là, ils n'ont jamais profané des insultes ou ils ont commis des erreurs envers les autres compagnons. Et la troisième catégorie, c'est là où le bas blesse, ce sont As-Saba'iyya. Ce sont des gens qui ont cru ce qu'il a dit Abdullah ibn Saba, qui est venu du Yémen, San'ani, et il est rentré dans la religion musulmane, c'est pas par conviction, mais pour faire des remous dans la communauté musulmane. Donc c'est un hypocrite qui, son intérêt de rentrer dans la religion musulmane, c'est pas pour être musulman, non plus pour diviser la communauté musulmane. Et cette partie-là de Saba'iyya, ce sont des gens qui, au fur et à mesure de l'histoire de l'islam, ils étaient qu'une minorité et qui n'arrivaient pas à faire une communauté au sein de la communauté musulmane. Et le plus grave dans ce Saba'iyya, c'est que Abdullah ibn Saba, il disait des paroles et qu'il disait que ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Ali ibn Abi Talib. Ça veut dire qu'il montait et il disait des mensonges même envers Ali ibn Abi Talib. Et quand Ali ibn Abi Talib il a entendu ces paroles-là, il l'a dégagé, il l'a fait exiler, donc ils l'ont renvoyé. Il a même tué quelques adeptes de As-Saba'iyya. Ali ibn Abi Talib, il a même tué quelques-uns. Et c'est pour ça que beaucoup des deux premières catégories, dès qu'ils ont entendu que des gens qui se prétendent des chiites, comme les gens qui entourent Abdullah ibn Saba ou qui défendaient les idées d'Abdullah ibn Saba, ils se sont abstenus de porter ce nom-là de chiite. Ils ont dit, comme ces gens-là sont en train de salir le mot chiite, nous ne considérons plus de chiites. Et les musulmans, les sunnites, ils considèrent qu'il y a plusieurs catégories des chiites. Il y a une partie qui considère qu'il y a deux parties, il y a une,
des savants musulmans qui considèrent qu'il y a deux contreparties, il y en a d'autres qui considèrent qu'il y en a plusieurs. Donc, les plus connus, ce sont Zaydiya, et ce sont les gens qui se considèrent comme proches de Zayd ibn Ali radiallahu anhu. Et ces gens-là, ils sont plus proches des sunnites. Hein. Ils sont très proches parce qu'ils considèrent Ali qui est le meilleur, mais ils n'insultent pas les autres compagnons. Ils ne les considèrent pas comme des mécréants. Et il y en a al-Ismailiyya, et ce sont des gens qui sont les plus loin des sunnites, parce que vous connaissez qu'il y a beaucoup de gens, al-Baha'iyya, vous entendez parler des Baha'iyya, vous entendez parler des Duruz, al-Qaramita, etc. Ce sont des gens que les savants musulmans les considèrent comme des mécréants, kuffar. Il y a Rafida, il y a aussi la catégorie Ithna Ashariya, qui sont plus répandus maintenant au Moyen-Orient, surtout en Iran et en Irak. Et il y a aussi Al-Ja'fariya, qui se considèrent aussi Al-Bayt, etc. Donc ce sont des sous-groupes, et les plus importants que vous pouvez retenir, c'est Al-Zaydiya, Al-Ismailiya, ou Al-Ja'fariya, ou Ithna Ashariya. الاثنى عشرية هم من أكثر الشيعة انتشارا وهم الموجودون الآن في إيران وفي باكستان وفي الهند وفي لبنان وفي كثير من مناطق العالم الإسلامي. إذا أطلق الشيعي ينصرف الأمر إلى الاثنى عشرية. لماذا سموا الاثنى عشرية؟ هذا نسبة إلى 12 إماما وهم علي رضي الله تعالى عنه والحسن حسين رضي الله عن الجميع، علي بن الحسين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، والحسن العسكري، ومحمد بن الحسن العسكري الذي هو المهدي المنتظر عندهم. إذن سبب تسمية بالاثني عشرية، هذا هو السبب اللي نسبة إلى 12 إماما. هؤلاء الاثني عشرية، هذه الفرقة لها ألقاب ولها أسماء تسمى الإمامية. لماذا سموا بالإمامية؟ لقولهم بوجوب الإمامة على الله، يقولون بأن الله يجب عليه أن ينصب إماما، لذلك سموا إمامية. يسمون الجعفرية، سموا بذلك نسبة إلى جعفر الصادق، لأن مذهبهم الفقهي كله مبني على أقوال جعفر الصادق. بالمناسبة جعفر الصادق هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ولكنهم نسبوا إليه مذهبا وأقوالا كثير منها كذب عليه، لا صلة لهم بكثير من أقوالهم. ولذلك تجد في كتبهم مثل الكافي الكوليني حدثنا عدة من أصحابنا عن أبي جعفر، فالمذهب كله مبني على أقوال أبي جعفر ولكنه لم يقل وإنما كذب عليه. من أسمائهم أيضا الخاصة، يطلقون على أنفسهم الخاصة في مقابل العامة، يطلقون على أهل السنة العوام وهم يطلقون على أنفسهم الخاصة. كذلك من أسمائهم الشيعة، هذه التسمية هي التي في الأصل تشمل جميع الفرق الشيعية. كذلك من أسمائهم مذهب آل البيت، هم الآن من الحبال التي يصطادون بها الشيعة، يعني أهل السنة يقولون نحن أتباع آل البيت، وكأن أهل السنة ليسوا من أتباع أهل البيت، وأهل السنة يعني هم يحبون أهل البيت بل يعتبرون أن حبهم من الواجبات العينية على كل مسلم أن يحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحبون علي رضي الله تعالى، ويتبعون كل هؤلاء الأئمة الاثنى عشر التي ذكر، كلهم تقريبا أئمة السنة باستثناء الأخير الذي لا وجود له أصلا، وإنما هو غير اختراع. كذلك من أسمائهم الرافضة، سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما، وقيل أيضا لرفضهم زيد بن علي بن الحسين، لأنهم كانوا دعوه لكي يخرج معهم ويناصروه، فلما سألوه عن أبي بكر وعمر قال لهم هؤلاء من وزراء جدي، فكيف أتبرأ منهما؟ فرفضوه وتبرأوا منه لأنه لم يتبعهم في عقيدتهم. هذا الاسم قد ترفضه الرافضة الشيعة الآن،
بعضهم يقول لك لماذا تسموننا بالرافضة، مع أن هذا ليس موجود أيضا في كتب الشيعة. في كتب الشيعة أن الذي سماهم بهذا الاسم هو المغيرة بن سعيد سنة 114 عندما مات أبو جعفر وانقسم أصحابه إلى فرقتين، وانحاز المغيرة إلى أحدهما فرفضته الأخرى فزعم أنهم رافضة. ومما ينبغي التنبيه إليه أن مصطلح الرافضة هو المستخدم في جل كتب الفرق العقدية. هناك تقسيم آخر للشيعة وهو تقسيم إلى أخباريين وأصوليين. أخباريين وأصوليين، هذا الانقسام ليس قديما، وإنما حدث في القرن العاشر تقريبا في عهد الدولة الصفوية، عندما جاءت لنا الدولة الصفوية كانت كارثة على أهل السنة. ينبغي أن تعلموا أن يعني مدينة أصبهان في إيران كانت سنة 100%، ولكن لما حكمت الدولة الصفوية شيعتها بالحديد والنار، كانوا يمرون في أزقة الشوارع ويلعنون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويجيبون ويطلبون من أي إنسان داخل بيته أن يخرج ويلعن الصحابة، فإذا لم يخرج ويلعن الصحابة يقتلونهم. وبهذا قضوا على أي أثر للسنة في هذه المدينة، فأصبحت المدينة بكاملها شيعية بالحديد والنار بعد أن كانت سنية. فإذا الأخباريون، هذا التقسيم الذي هو أصوليون وأخباريون، الأخباريون هم الذين يعتمدون الخبر ولا يردون شيئا منه، كل الأخبار عندهم صحيحة، بينما الأصوليين عندهم نقاش في مسألة الأخبار ويمكن أن يخضعوه إلى وسائل النقد وطرق النقد عند المحدثين، فهنا يختلف الأمر. فمن الفروق بين الأخباريين والأصوليين أن الأخباريين يمنعون الاجتهاد والأصوليون يجيزونه. الأخباريون يرون أن كل الأخبار الموجودة في كتبهم صحيحة. الأخباريون ليس عندهم تقسيم للأخبار، كله شيء واحد، بينما الأصوليين يقسمون. الأخباريون يجيزون تقليد الميت والأصوليون يمنعون ذلك. الأخباريون لا يرون حاجة إلى تعليم أصول الفقه أصلا والأصوليون يرون ذلك. الأخباريون يعتمدون في استدلال الشريعة على الأخبار فقط، هذا هو التقسيم الآخر. وأخيرا بالنسبة لهذا التقسيم، من علماء الشيعة الذين هم في هذه الطائفة الأخباريين ابن بابويه القمي، كذلك محمد بن الحسن الحر العاملي، كذلك محمد بن مرتضى الفيد الكشاني، كذلك حسين نوري طبرسي، هذا الذي ألف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، هذا عنده كتاب خاص يثبت فيه أن القرآن الذي نقرأه نحن محرف كما سيأتي. من أئمة الأصوليين عندهم الطوسي صاحب كتاب التهذيب والاستبصار، وعندهم كذلك المرتضى علي بن الحسين بن موسى العلوي، وكذلك محمد الأنصاري النجفي، ومن بعض المعاصرين محسن الحكيم وشريعة مداري والخوئي والخميني، هؤلاء كلهم من الأصوليين. والقسم الأصولي هو أكثر انفتاح من القسم الأخباري. الأخباريون منغلقون بالتمام والكمال، الأصوليين عندهم شيء من الانفتاح ولكن في إطار التشيع أيضا القاتل. نعم. Donc, on était dans l'explication de Cheikh vient de dire qu'on ne va pas tarder plus longtemps, donc on va juste rentrer dans un autre point et on va essayer de conclure. Moi aussi, je vais faire la traduction très brièvement. On était tout à l'heure en train de parler des groupes ou des sous-groupes de Shia, et il fallait retenir, comme je vous ai dit à la fin de ma traduction, qu'il fallait retenir que
الاثنى عشرية c'est le groupe le plus répandu actuellement. Quand on parle actuellement des chiites, on parle pas de rarement de Zaydia, de l'Ismaïlia, etc. On parle surtout des ethna achariens parce qu'ils sont plus répandus partout, comme je vous dis, l'Iran, le Liban, l'Irak, le Pakistan, etc. Et pourquoi ces gens-là, et on les appelle, ils s'appellent eux-mêmes Al-Imamiya? Parce qu'ils considèrent que Allah est obligé de donner un imam à la communauté, et c'est ce qu'on appelle l'imamia. Il s'appelle aussi al-Ja'fariya, et il s'appelle aussi al-Ja'fariya parce que leur dogme vient souvent de Ja'far Sadr, qui n'est qu'un imam sunnite. C'est un imam sunnite, et on lui a donné plus d'importance, on lui a rajouté aussi des mensonges dans ses œuvres. Donc, beaucoup de leur dogme vient de leur imagination, de leurs mensonges que l'on mis au crédit de Ja'far Sadr. Ils se considèrent aussi comme ce sont les gens al-Khassa, ce sont la catégorie vraiment intime, et que les autres musulmans s'appellent al-Amma. Nous considérons le Sunna comme le sont les al-Amma. Et ils se considèrent aussi qu'ils se donnent un autre nom, Al-Bayt. Et quand ils disent qu'ils sont Al-Bayt, ils veulent nous repousser plus loin, qu'ils ne sont pas les gens qui aiment réellement Al-Bayt. Ça veut dire le prophète Ali ibn Abi Talib, Sayyida Fatima, Dhurriyat Ali ibn Abi Talib. Et aussi, on les appelle Al-Rafida. Pour quelle raison? Parce que eux-mêmes, ils ont refusé que Ali, que Abu Bakr ou Omar ibn Khattab, qu'ils soient le premier et le deuxième calife. Et donc ils considéraient que ce sont des gens qui ont pris le pouvoir au lieu de le donner à Ali ibn Abi Talib. Et aussi ce mot Rafida, les gens qui refusent quelque chose, c'est un mot qui se trouve dans leur écrit. Et le Cheikh, il parle de... C'est un vocabulaire qui est utilisé au moment où il a utilisé Al-Mughira ibn Sa'id. Ce Mughira ibn Sa'id, au moment où il y avait une division entre deux groupes, il a nommé le groupe qui était son adversaire comme des gens qu'ils ont refusé. Et aussi, ce mot-là de Rafida, on pense qu'il était dit au moment où ils ont refusé, ou bien que Zayd ibn Ali ibn Hussein a refusé ce qu'ils lui ont demandé de faire, et donc ils le considéraient comme quelqu'un qui est refusé, qui doit être banni. Il y a une autre explication qui est venue dans le 10e siècle, qui les divise en deux parties, al-Ikhbariyin et al-Usuliyin, les fondamentalistes et les gens qui est l'Ikhbarine, je peux le dire, informatif ou quelque chose comme ça. Les gens qui basent leur dogme sur les informations, les narrations qui leur viennent, ils disent que toutes les narrations qui sont dans leur livre est véridique. Et ce sont des gens qui sont connus par vraiment l'enfermement, parce qu'ils trouvent que l'ijtihad ne doit pas exister, ils pensent qu'il faut imiter les morts, ils pensent qu'il n'y a pas une utilité à Usul Fiqh, et etc. Ce sont des gens qui sont enfermés, qui sont vraiment n'acceptent aucune critique, et qu'ils pensent que tout ce qui vient des gens auparavant, c'est véridique. Il y a des gens qui sont les fondamentalistes. Ces gens-là, ils sont plus ouverts à la discussion et au débat. Et parmi ces gens-là, je ne veux pas énumérer les gens à tous, etc., mais les gens que vous connaissez tous, le Cheikh, il a parlé de l'imam Khomeini. سنختم بهذه الفترة. سأذكر مجموعة من عقائدهم وأركز على عقيدتهم في القرآن ونختم إن شاء الله. هذا المبحث الذي أمامي هو مكون من ثمانية عناصر. عقيدتهم في القرآن أقولها مختصرا، يعتقدون تحريف القرآن وسيأتي الدليل. عقيدتهم في السنة، لهم سنتهم ولنا سنتنا،
نحن عندنا صحيح البخاري مسلم الترمذي النسائي ابن ماجه الكتب السنه التي عندنا شيء، لكن هم عندهم كتبهم، عندهم كافي الكليني، عندهم الله الفقيه، عندهم الاستبصار، عندهم الاصول الاربعه، وعندهم المجامع الثمانيه كما سيد. بالنسبه للاجماع هم لا يقولون بالاجماع كما عندنا، لانهم يشترطون في الاجماع ان يكون ضمنه يعني الامام المعصوم، فلا قيمه للاجماع الا بالامام المعصوم. النتيجه انهم لا يقولون بالاجماع، وانما يعتمدون على الامام المعصوم وليس على الاجماع. عقيدتهم في الصحابه هم يكفرون جميع الصحابه رضي الله تعالى عنهم ما عدا اربعه الذين هم علي بن ابي طالب ويعني سلمان الفارسي وعمر بن ياسر والمقداد، المهم هذول الاربعه تقريبا. عقيدتهم في الامامه يعتقدون ان الائمه، هؤلاء الائمه الذين سمعتم اسماءهم، علي بن ابي طالب والحسن والحسين وزين العابدين والباقر وجعفر الصادق والكاذب، كلهم عندهم معصومون. ما معنى معصومون؟ لا يخطئون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن عندنا اهل السنه المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عندنا ابو بكر الصديق معصوم، ولا عمر معصوم، ولا عثمان، ولا علي، لكن هم عندهم كل هؤلاء معصومون. فاذا قال الامام عندهم فكانما قال الرسول او كانما قال الله عز وجل، هكذا منصوص على هذا في كتبهم. بالنسبه لعقيدتهم في المهديه، هم يعتقدون ان الامام المهدي ولد تقريبا 250 هجريه، وقالوا عنه في كتبهم انه حفظ القران في ليله واحده، وانه عاش 6 سنوات ثم دخل في سرداب في غار، وبقي معه الاتصال لمدة 70 سنة. هناك أبواب ورسل يأخذون هم العلاقة بين الناس وبينهم، ثم بعد 70 سنة غاب الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، فهو يعني داخل السردام وهم منتظرون خروجه. ولذلك كلما ذكروا ولا زال حيا يا شيخنا، هكذا يعتقدون ويدافعون عن هذا بكل استماتة. عندما ناقشنا يقول لك الله على كل شيء قدير، يا اخي كيف يدخل الغار ويبقى مختبئ هناك هذه المده كلها ولا صله لكم به؟ يقول لك الله على كل شيء. ندخل داخل ندخل للغار، يقول لك ما تدخل للغار. مشكله هذه في العراق، في صره من راى في العراق. لكن عندهم تابعوا ان المهدي عندهم مولود ومختبئ وسيخرج، بينما الامام عند اهل السنه والجماعه الامام المهدي لا وجود له الان، ولكنه سيولد في آخر الزمان، وهو رجل عالم من العلماء، ليس بمعصوم ولا نبي ولا شيء، وإنما رجل عالم ومصلح سيصلح الله تعالى على يديه البلاد والعباد، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد وأبوه اسمه عبد الله، فهو محمد بن عبد الله وهو شريف النسب، هذا المعروف عند أهل السنة. إذن الإمام المهدي عند أهل السنة لم يولد بعد، واسمه محمد بن عبد الله، بينما عند الشيعة هو مولود ومختبئ وسيخرج في آخر الزمان. عندهم أيضا عقيدة التقية، التقية والبداء. التقية هي تقريبا هو النفاق، يقول لك بلسانه ما ليس في قلبه. لذلك لو سألته الآن عن القرآن لقال لك القرآن سليم كامل ما فيه أي مشكل، ولكن في عقيدته شيء آخر. وأنا وقعت لي مع بعضهم محاورات ومناقشات قد أذكرها في قضية القرآن. عقيدتهم في البداء، هم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يقرر الشيء ثم يتراجع عنه ويبدو له شيء آخر. هذه عقيدة البداء عندهم. الرجعة، هم يعتقدون برجعة آل البيت وأعداء آل البيت. يعتقدون بأن علي بن أبي طالب سيرجع، وأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر سيرجعان. لكن لماذا يرجع علي ولماذا يرجع يعني ابو بكر؟ قالوا ابو بكر وعمر سيرجعان لينتقم منهم، لانهم يعتبرون ان ابا بكر وعمر هم الذين فسدوا البلاد والعباد، وكل ظلم وقع على وجه الارض سببه ابو بكر، هكذا يقولون. وحتى انهم عندما يخرجان من قبرهما سيصلبان على شجره، فمن شده جرائمهم الشجره ستيبس، هكذا يقولون، هذا موجود في كتبهم. أما علي بن أبي طالب فسيرجع، وكذلك أهل البيت المظلومين حسب عقيدتهم سيرجعون من أجل أن ينتقمون من أعدائهم. إذن هذا باختصار
عقائدهم في القرآن في السنة في الإجماع في الصحابة في الإمامة في المهدية في التقية والبدء في الرجاء. سنتحدث عن القرآن بشيء من التفسير ونختم بهذا. Si vous avez bien compris en arabe, c'est pas la peine que je traduise. Donc, qu'est-ce que vous dites? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas compris? Oui, d'accord. Je vais être très brièvement. Donc, le cheikh parle de Aqaïd Shira, leur fondement, et qu'il les divise en 8 parties. Donc, il dit leur, qu'est-ce qu'ils pensent du Coran, et qu'ils pensent que le Coran est falsifié. Ça, c'est le premier point. De Sunna, donc la tradition prophétique, nous, nous avons notre tradition prophétique, eux, ils ont la leur. Qui n'a rien à voir avec le nôtre. Troisième, le consensus. Il considère que le consensus, s'il n'y a pas un imam al-ma'soum, l'imam qui ne commet aucune erreur, et s'il n'est pas dans ce groupe-là, il considère que ce n'est pas valable. Mais s'il y a un imam al-ma'soum sans le consensus, il prépare l'avis de l'imam al-ma'soum. Ils ont aussi une vision différente sur un sahaba. Ils considèrent que tous sahaba, ce sont des mortadines, des gens qui sont des kofas, qui sont revenus sur leur religion. À part quatre compagnons, qui sont Ali ibn Abi Talib, Salman al-Farisi, Muqdad ou Ammar ibn Yasir. Ils considèrent qu'il y a vraiment 12 imams qui ont la même isma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'ils mettent les 12 imams au même rang que le prophète. S'ils disent quelque chose, leur parole vaut la parole de prophète, ils vaut aussi la parole divine. Ils ont aussi une vision différente sur l'imam al-Mahdi. Ils considèrent que l'imam al-Mahdi est déjà né, il est en 250 Hijir. Après, il a appris le Coran dans une nuit. Ensuite, il est rentré dans une grotte et il est resté dedans 70 ans et qu'il avait une communication avec ses fidèles. Et ensuite, ça y est, il a disparu. Il reviendra un jour, on ne sait pas quand, il reviendra un jour et s'appelle ça, c'est l'absence, la grande absence. Et c'est pour ça qu'on, même dans leur prière, vous entendez Allahumma ajjil, donc ils disent qu'il prie à l'Asrajel qu'il sorte le plus rapidement possible. Et ils ont une philosophie qui s'appelle Taqiyya. Taqiyya, ça veut dire que je vous dis par ma bouche ce que je ne crois pas au profond de mon cœur. C'est chez nous, les musulmans, ça veut dire, chez les sunnites, ça s'appelle le nifaq. Eux, ils ont ce dogme-là pour toujours vous montrer qu'ils sont avec vous, ou bien ils essaient de vous amener vers eux, mais leur cœur, c'est l'idée tout à fait l'inverse. Et quand ils voient que vous êtes avec eux, ils vous disent après la vérité, qu'est-ce qu'ils pensent réellement des sunnites ou d'autres choses. Ce dogme-là, je ne peux pas le traduire en termes juridiques, mais je vais juste expliquer comme l'a expliqué Cher, c'est qu'ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut décider une chose et revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'il peut se tromper. Allah, il peut se tromper, ou bien il peut varier selon les déroulements des affaires. Et Raja, il croit durant comme faire qu'il y a des gens qui vont revenir, même qu'ils sont morts, ils vont revenir, et parmi lesquels c'est Ali al-Bayt, Ali ibn Abi Talib, et Ali al-Bayt, ils étaient oppressés, c'est le vocabulaire qu'il utilise, et deux ennemis jurés pour eux, ce qui sont Abu Bakr Omar al-Khattab. Ces gens-là, ils vont revenir soit pour payer leur égarement de la religion musulmane et leur oppression des autres, ou bien ce qui concerne Omar al-Khattab ou Abu Bakr, et Ali ibn Abi Talib, il va revenir pour, j'allais dire, pour reprendre pouvoir et pour se rendre l'honneur qu'il a perdu pendant cette période. Et donc, nous avons parlé de mon côté dans le Coran et nous avons parlé. D'abord, quand je vous ai dit que je devais commencer avec les sunnites, les sunnites et les jamaïs pensent dans le Coran que c'est le mot d'Allah, pas le makhlouq, et que le mot d'Allah dans le Mus'haf avec les musulmans dans tous les pays. هو القرآن المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه الذي تكفر الله بحفظه كما قال تعالى إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
إذن عندنا أهل السنة نعتقد أن القرآن الموجود الآن في المصاحف الذي يبتدئ من الفاتحة إلى الناس هو كلام الله عز وجل، وهو سليم وليس فيه نقص ولا تغيير ولا أي شيء. ماذا يعتقد الشيعة أو جمهور الشيعة بالتعبير الأدق؟ يعتقد الشيعة أن هذا القرآن الموجود عند أهل السنة المكتوب في المصاحف الذي يقرأه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، حتى الشيعة يعتقدون أن فيه حذف ونقص كبير، وأن الموجود منه عند المسلمين لا يمثل إلا الثلث منه، وأن فيه تغييرا وتحريفا، وأنهم عندما يعملون بهذا القرآن أو يقرؤونه إنما يفعلون ذلك بصفة مؤقتة حتى يأتي القائم المنتظر عندهم، لأن القائم المنتظر المهدي هم هو الذي أخذ معه المصحف الكامل السليم من النقص والتغيير، وأن القرآن الكامل الذي كتبه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنما هو عند القائم وسيأتي به. طيب، هذا الكلام الذي قلته الآن هذا كلام إنشائي، ما الدليل عليه؟ هذا هو الذي ينبغي أن يعتمد، وأريدكم أن تسمعون الدليل من كتب الشيعة على عقيدتهم في القرآن. رووا أي الشيعة في أصح كتبهم الذي هو الكافر الكليني عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. هذا الخبر من أين أتينا به؟ من الكافي للكلين الجزء 2 الصفحة 634. يعني ما عندناش مشكل عندما كندعوا احنا هذا القول، استندنا فيه إلى ماذا؟ إلى كتبهم وإلى أصح كتاب عندهم الذي هو الكافي. سمعتم أن القرآن فيه كم آية؟ 17. وعندنا أهل السنة كم آية؟ 6,200. أيوه كذا، هذا على رواية حفص وبرواية ورش يختلف عنه. إذن هذا الموضع الأول. المشكلة هنا نحن ننقل هذا الكلام، سننقل الشارح الذي شرح الكتاب. نحن عندنا مثلا صحيح البخاري أصح كتاب وله شروع، هم عندهم أصح كتاب في الحديث هو الكافي للكليني وله شروع. اسمعوا ماذا سيقول الشارح. قال شارح الكافي محمد باقر المجلسي في مرآة العقول، إيش يقول؟ يقول عن هذا الخبر الذي هو بأن القرآن 17,000 آية، يقول فالخبر صحيح. جاب شيء صح، قال لك هذا الخبر بأن القرآن فيه 17,000 آية هذا صحيح. يقول ولا يخفى أن هذا الخبر وكثيرا من الأخبار الصحيحة صريحة في نقد القرآن وتغييره. إذن احنا ابن الأصل محدث محدثهم يقول بأن القرآن فيه 17,000 آية، ويأتي الشارح ويقول بأن الأخبار ليس هنا هذا فقط، أخبار أخرى كثيرة وصريحة في نقد القرآن وتغييره. ثم يقول وعندي، أي هذا الشارح يقول وعندي أن الأخبار في هذا الباب متوافرة. سمعتم؟ الأخبار في تحريف القرآن عندهم يقول لك متوافرة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا. قال لك إذا كذبنا هذه الأخبار اللي هي تقول بأن القرآن محرف، قال لك هذيك السنة ما نصدقوا حتى شي خبر آخر، بمعنى دين الشيعة كله سيذهب. فإذاك هم مضطرون لكي يحافظوا على دينهم يحافظوا حتى على هذه الأخبار التي تقول بتحريف القرآن. ثم يقول بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة، فكيف يثبتونها بالخبر؟ طيب، هذا الخبر له. الحديث الثاني في كتاب الكافي أيضا للكلين، كتاب الكافي الذي هو دائما نؤكد أنه أصح كتاب عنده في الحديث، يقول أيضا عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذب. واش هذا اليوم دابا؟ دابا هذا أصح كتاب عندهم، ينقلون عن أبي جعفر. احنا قلنا قبل بأن مذهب الجعفرية نسبة إلى أبي جعفر. يقولون في كافي الكليني سمعت أبا عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب. ثم قال ما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام. نأتي إلى الشارح، ماذا قال الشارح لهذا الكتاب؟ قال شارحه في مرآة العقول: والأخبار من طريق العامة والخاصة في النقص والتغيير متواترة. أو نكذب على أهل السنة ماذا؟ لأنكم عندما تسمعون من طريق الخاصة العامة، العامة هم العوام، عوام أهل السنة، إحنا دابا عندنا غير عوام إحنا، والخاصة هم هم. فهو هنا بدل ما يبقى الكذوب عنده والعقيدة المنحرفة في القرآن عنده، جمعنا تحنا قال لك راه الأخبار من طريق العامة يعني العوام أهل السنة والخاصة يعني الشيعة في النقص والتغيير متواترة. طيب قال الشيخ، نقل آخر، قال شيخ مشايخ الشيعة في وقته محمد بن محمد بن نعمان المفيد المتوفى 413 في كتابه أوائل المقالات ماذا يقول؟ إن الأخبار قد جاءت مستفيضة كثيرة منتشرة متواترة مستفيضة عن أئمة الهدي أو أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين من الحذف والنقصان. هذا أيضا أوائل المقالات صفحة 93 حتى تعلموا أننا لا ننقل الإشاعات، هذه كتبهم وبإمكانك أن تأخذ الصفحة وتأخذ وتذهب بنفسك وترجع الكتاب لتقف عليه. وإذا كان عندما وقفت على عندما كنت مع أحد الشيعة التقيت به في الحج عندنا هذا في 89 تقريبا، وكنت ما زلت أكتب في الماجستير في ذلك الوقت، والتقيته وجدته يجلس مع أستاذ مغربي هكذا يحدثه فقط عن الأمريكان اليهود إسرائيل كذا كذا. فاستغلت الفرصة وقلت له أنا عندي سؤال. أول سألته كم المدة التي درستها في الشريعة؟ قال لي 15 سنة، وهو يدرس في قم. قم هذه العاصمة عندهم، العاصمة العلمية والعاصمة العقدية للشيعة، كبار أئمة الشيعة متخرجين منه. قلت له عندي سؤال. قال لي ما هو؟ قلت له ما رأيك في القرآن؟ قال لي القرآن سليم صحيح ما في أي غبار. طيب قلت له أنت الآن تقول القرآن سليم، لكن ماذا أفعل بكتبكم التي تقول بأن القرآن ليس هو القرآن الذي عند أهل السنة؟ قال لي مثل ماذا؟ هو يظن أني ما عندي اطلاع، لأنهم عندما يجدون شخص ما عنده خبرة بكتب أهل السنة يكذبون عليه وينفون ويقول لا هذا ما هو صحيح والناس يكذبون علينا وكذا وإلى آخره، بينما الأمر ليس كذلك. فأتيت له بالكتاب والجزء والصفحة وقلت له اقرأ. ماذا قال؟ قال على كل أنا طالب علم صغير، ما بقاش درس 15 سنة، قال أنا طالب علم صغير ولا أستطيع أن أجيبك على مثل هذا السؤال، وإذا شئت أن تذهب معي إلى حجة الله كذا، كان هذه الساعة يأتون الأئمة الكبار من إيران ويأتون إلى الحج، يسمى في ذلك الوقت مندوب الإمام الخميني، فقال تذهب معي عند آية الله كذا أو حجة الله كذا وهو سيجيبك. على كل أنا كنت قررت الذهب لأن المسألة عندي واضحة، سأسأله وأقارن بين كلامه، لأنه لن يستطيع أن يقول القرآن محرر، سيستخدم معي الثقية، ولكن عندما أفاجئه بكتابه المعتمد الصحيح وأن فيه مثل هذا الكلام سيختلف الأمر. كنت سأذهب، ولكن نصحني بعض مشايخي الذين كانوا يشرفون على بحثي قال لي إياك أن تذهب عندهم، فالأمر نحن لا نثق بهم، لأنهم عندما يكتشفون شخصا مطلع على خباياهم وعلى كتبهم قد ينتقمون منه بأي طريقة كانت، وقد فعلوا. نحن كان معنا طلبة يدرسون قتلوا في إيران، منهم اللوشي، واحد حقق كتاب فضائل الإمام علي رضي الله تعالى عنه للنسائي. طبعا عندما حقق الكتاب هو عبارة عن أحاديث وأسانيد، فكان يدرس السند ويحكم
يقول هذا صحيح هذا ضعيف. أنا طريقة المحدثين لما ذهب إلى إيران قالوا أنت أرثى، ليش تقول لا الحديث ضعيف؟ من أنت حتى تقول ضعيف؟ أنت عدو آل البيت، أنت وهابي، أنت كذا، المهم انتقموا منه حتى قتلوا هذا البلوشي مسكين. فلذلك ينتبه الإنسان منه، هذه أخبار مؤكدة. سننتهي قد غير صفحة صافي قد صفحة وننتهي. من الشيعة الذين صرحوا بتواتر التحريف والنقصان في القرآن نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، وكذلك شيخهم البحراني في مقدمة تفسيره، ومنهم من خص الموضوع بالتأليف مثل حسن بن محمد تقي النور الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرواح. هذا كتاب هندي مطبوع طبعة حجرية في إيران في 400 صفحة، كتاب كله يدلل على أن القرآن هذا محرم، هذا عنوانه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرواح. وفي كتابه هذا نقل عن ابن شهر آشوب المازندراني أن صورة الولاية أسقطت بتمامها، ونقل أيضا أن كلمة ويلك أسقطت من قبل لا تحزن إن الله معنا. في هذا الكتاب يقول في قول الله تعالى إلا تنصره فقد نصره الله إذ خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، قال لك أهل السنة أسقطوا كلمة ويلك، يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ويلك لا تحزن، لكن أهل السنة حذفوها هكذا يكذب، وهذا موجود في هذا الكتاب. وفي الكهف عن سالم بن سليمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله وأنا أسمع حروفا من القرآن ليس ما يقرأها الناس، فقال أبو عبد الله مه عن هذه القراءات وقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم فقرأ كتاب الله على حدة. وفي هذا النص دلالة على أنهم يقرؤون في هذه المصاحف التي عند المسلمين بصفة مؤقتة في انتظار أن يأتي لهم القائم بالمصحف الكامل. وفي الكافي أيضا عن محمد بن جهم الهلالي وغيره عن أبي عبد الله أن أمة هي أرباب الأمة ليس كلام الله بل محرف عن موضعه، والمنزل أئمة هي أزكى من أئمتكم، وهذه النصوص من كتبهم أتينا بها للتمثيل فقط، وإلا فإن تتبعها كلها لا يتسع له المقام، ونظرا لكثرتها اكتفينا ببعضها. والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الكلام الذي قلناه نحن نقلناه من كتبهم، ويعني لا يستطيع أحد أن يرده أو أن يناقشه أو أن يجادل فيه، وكل واحد عنده الدليل والكتب موجودة والحمد لله، وصلى الله وسلم. قبل أن تختم شيخنا في أحد الشباب الله يجزيه خير طرح سؤال واستحيا أن يطرحه هكذا، قال شيخنا يقول إنه إخوتنا في الإسلام. قال الشاب هذا يسأل هل يجوز لنا أن نقول إنهم إخوتنا في الإسلام بدل أنهم يكفرون الصحابة ويكفرون إلى آخر سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وغير ذلك. على كل هذا الموضوع نحن عندما نتحدث عن الفرق نتحدث عنهم كما يتحدث أهل السنة، لأن أهل السنة لا يكفرون الفرق المعتزلة والشيعة والخوارج والقدرية، فعندما يحكمون على الجملة هم مسلمون، ولكن عندهم كفريات كثيرة في أقوالهم. مثلا الذي يقول بأن القرآن محرف هذا كافر، القول كفر، ولكن من قواعد أهل السنة أنهم يحكمون على القول ولا يحكمون على القائل، لأن أهل السنة لا يكفرون القائل إلا إذا أقيمت عليه الحجة. ونحن الذين تيسر وجلسناهم ونصحناهم وأصروا على موقفهم فهذا يمكن أن تكفره، لكن إذا أنكر لا تستطيع تكفيره. فإذا وبعض العلماء يكفرون علماءهم دون العوام، لأن علماءهم كبار عصوا الله عليهم، يعرفون هذا الكتاب للكلين وماذا فيه، ومع ذلك يسترون هذه الأشياء على العوام والتهباء وكذا. فلذلك انطلاقا من هذا ما دمنا لا نكفرهم، نحن لا نقول الشيعة كفار هكذا على الإطلاق، يوجد منهم من يكفر، ولكن بعد أن تقام هذه الحجة ومدام داخل الدائرة الإسلامية يجوز أن نقول عنهم إخوتنا في الإسلام، لأن أهل السنة لا يكفرون
إلا من أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة وأقيمت عليه الحجة. فلذلك هذا هو الأمر. الله بارك الله في شيخنا الجليل على هذه الكلمة الطيبة. والله أحببنا أن يكون هذا الدرس على آخره في النهار أو في عدد أكثر من الشباب والشيوخ حتى يستفيد الجميع. ولكن الشيخ جزاه الله بخير عنده الدرس موجود معنا إن شاء الله، فنحن سنعمل له إن شاء الله تعالى نسخ حتى يتمكن كل واحد من اطلاعه، وسنشرحه إن شاء الله تعالى مع الشباب بالفرنسية حتى الذي لا يعرف اللغة العربية يعرف الدرس بالفرنسية إن شاء الله حتى يفيد ويستفيد، لأنه درس قيم يجب على طلبة العلم أن يكون في أذهانهم هذا الرد، يعني وهو سلاح قوي، لأنهم يكفرون أهل السنة والجماعة، وأنتم تدرون تعلمون ما يجري في العراق الآن، إنهم يأكلون أهل السنة والجماعة أكلا. لذا هذا درس قيم، ويجب علينا أن نشكر شيخنا الفاضل على هذه الكلمة الطيبة، ونرجو الله أن يجعلنا في صحيفته وأن يبارك لنا فيه وأن يبارك لنا في علمه وأن يبارك في جميع علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأنهم هم النور أيها الإخوة الكرام، لأن لولاهم لضاع العلم، لولا العلماء لضاع العلم. لذا يجب علينا أن نقدر العلماء وأن نحترم العلماء وأن نجلل العلماء وأن نكرم العلماء وأن نفضل العلماء، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.